مشاهدي القناة الإعلامية أنفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط من موسم ديال مولاي عبد الله. خرجنا سولنا الناس على التنظيم ديال الموسم كي جاهم وأش من مدينة جاو منا. إلا بغيتوا تعرفوا أجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شريف جاي مولاي عبد الله. جينا مولاي عبد الله أمغار. أنت مولوع بهذا الشيء ديال الموسم والتبوريضة. مولوع بهذا الشيء ديال الموسم وديال التبوريضة. أش من مدينة؟ إحنا عملة تونانت قرية با محمد ولاد عيسى. ولاد عيسى؟ نعم. يعني في تاونات؟ في تاونات. إقليم تاونات؟ إقليم تاونات. وجاي من تاونات جاي تال مولاي عبد الله. تاونات لهذا الولي الصالح باش ناخذوا عليه نظرة وشنا وعجبنا هذا الشيء وكان هذا الشيء في المستوى والتنظيم وأكبر موسم. يعني كي جاك من ناحية التنظيم والنظافة؟ التنظيم والنظافة. والأمن؟ والأمن كل شيء الحمد لله قايم بالواجب دياله. كل شيء بخير؟ كل شيء بخير على خير وكنشكروا الناس اللي ساهرين على هذا الشيء والناس اللي مواكبين هذا الشيء لان هذا الموسم كخص كبير ولكن كخصنا يزيد يكبر وخصنا يزيد يدخل للتاريخ التاريخ لان باش ما يندثرش هذا الشيء وكخص السلطات والمجالس وهذا يزيدوا يجاهدوا في هذا الشيء يدعموه يجاهدوا في هذا الشيء يزيدوا يدعموه وهذا. كي جاك الموسم من ناحيه التنظيم؟ شويه بخير ها هو كاين شويه الوساخ وكاين كبولوا على الحيوط الله يهديهم الله يعفو عليهم الله يعفو عليهم. اش من مدينه جاي منا؟ جاي من سباته اخويا الزيرو مدينه سباته والدار البيضاء كل التواضع يعني من الدار البيضاء جايين تم ملوع بالتبوريضه لا ما مولوع ما والو خويا تنجي تنشوف خيط تنشربوا شويه تنشربوا الدكه تنشربوا اشاي شي بشوف حالنا جميعا كتشربوا اتاي وصافي والمناضه كاع السوائل كاع 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 راك عارف. شريف اش من مدينه جايه؟ طاس جاي المولي عبد الله مولوعه بالتبوريضه كل عام كنجيو ليه مخيمه دابا في مولي عبد الله. كي جاك مولي عبد الله في التنظيم؟ كاريه في جديده وكنضل في مولي عبد الله وكنمشي نرجع جديده. دابا انت كاريه في جديده وكطلع الموسم منا وكتعاودي عاوتاني لجديده هادشي كامل على قبل التبوريضه. التبوريضه كنموت عليها كنجي لها. كي جاك التنظيم التنظيم ديال الموسم؟ الموسم زوين و ما بيش ولكن هذا العام شويه بان لي عامر ولا شويه ناقص شويه ناقص من ناحيه التنظيم ماشي كيما مالف مالف بزاف يعني الاعوام اخرى حيت كان مع كورونا كانت توقف ثلاث سنين كانت الاعوام وقيل التنظيم احسن من هذا احسن من دابا احسن من دابا ولكن انا مولع بالخيل مولع من عبد في العام تنجي لي كل عام تنجي لي مولوعه تسمعي هكا البارود. السلام ورحمه الله. انتم اخويا من الزوار ديال مولاي عبد الله. من الزوار. منين اخويا اش من المدينه؟ مدينه الدار البيضاء كنسكنوا في السباته اخويا شارع الجر. كتجيو كل عام؟ كتجيو كل عام دابا ثلاث سنين ما بقينا جينا حيت ما بقاش بهذا الوباء وكذا. اما دابا الاجواء زوينه كنجيو مع ولادنا وداك الشيء. كتجيو كتخيمون؟ كنخيموا كنحطوا 15 هما حاطين 15 وحنا قبل ما يعمر. وحنا حاطين حنا المريسة جايب الوليدات جايب الاخوان كنا جينا يعني عائلة انتم واصدقاء كنجيو نذبحوا هنا كل وكي جاك التنظيم ديال الموسم زوين نظمين المخزن ونزيد بالزيت اش من مدينة انت؟ خويا انا من المدينة الجديدة من جديدة من النايا؟ من جديدة يعني تتمولوع بالتبوريضة مولوع بالتبوريضة معروفين حنا ولاد حنا دكالة معروفين بالتبوريضة والتخامات والتبرع بكل التواضع بكل التواضع معروفين كي جاك التنظيم ديال مولاي عبد الله الموسم؟ التنظيم اخويا انا كنشكروا الجزيرة وكنشكروا الأمن وكنشكروا كاع اللي واقف من جهده وكنشكروا على التنظيم وعلى الحفلات ديالهم المجهودات وكنشكروا سيدنا نشطي تبرعتي تبرعنا في وجب الوليدات سمعتي هكا البارود صحيح بخير الله عليك ويلي الدراري بخير ليا مع راسك وراني مهوي اخويا الحبيب ديالي جاي مولاي عبد الله مهوي عشق اخويا عشق بغيت نجي مولاي عبد الله راني معشوق وراه عندي القصيده ديال مولاي عبد الله حتى لا بغيتي نقولها لك نقولها لك الله وقول اش من مدينه جاي منا بعدا انت؟ انا قريه با محمد قليم تاونات عملت تاونات نعم سيدي اييه ولاد القريه مولوع بالتبوريضه انت مولود بالتبوريضه تاونات مولاي عبد الله ودابا رانا الصباح تنازل الولد بغى يركب بغى ينشط وحنا هذا الوالي السعيد معشوقين فيه وكنغني عليه والبارح بايت ناشط نعم سيدي يلا غني لينا عليه غني ياك سيدي قلنا نعم سيدي حنا ولاد عيسى مجموعين وجينا فرحانين وبغينا نزورو مولاي عبد الله بن حسين هو باني غا خلي غا هي القصه كتجيب بن حسين مولاي عبد الله بن حسين وقال لك جمعت كاع الخيول جمعت كاع السرود جات من كل بلاد مولاي عبد الله البعتاده حيت جا بين البحر والواد الله الله جاونا خيل السوالم جاو خيل ولاد حرز جاونا خيل عبده وجاو السياد ما وجاو الغليميين يعجموني بالجدمه جاونا خيل حمر جا ولاد سي بن داوود تعالى تشوف الشعر جاونا القواسم حكمت الطير الحر جاو خيل جعيدان ويا سيدي محمد الشرقي جاو مطوعين الطرقان
جاو خير العونات، جاو خير المعاشات، هي موالين الزيتونات، جاونا خير البروج، ما جبرت منين ندوز انا الكسرى مع العشيه. والله صفقوني صفقوني. ولي عبد الله الولي رحمه الله. تحياتي.